المشهد حلقة جديدة تأتيكم عبر قناة أوراس تي في في لندن. أهلا بكم. السلام عليكم. أسفرت جلسات الحوار الليبي في المغرب في ختامها عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية للدولة. وأشار البيان الختامي إلى اتفاق الطرفين على استمرار اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. وتتصاعد تحركات دبلوماسية متواصلة الهدف منها البحث عن حل سياسي ينهي الصراع في ليبيا. فما هي الضمانات المتوفرة لتنزيل هذه الاتفاقات؟ وهل يفلح الليبيون في تجاوز هذه الأزمة هذه المرة؟ ما تأثير التحركات الاجتماعية في الشرق الليبي على سيطرة خليفة حفتر على الوضع هناك؟ أسئلة سيحاول ضيوفنا الإجابة عنها في سياق حلقة اليوم. البداية مع التقرير التالي. إذا مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع معي من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث المختص في الشؤون السياسية. مرحبا بك دكتور رملي وشكرا لك على قبول المشاركة معنا. كذلك معي من طرابلس المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الأصيفر. مرحبا بك أستاذ إبراهيم وشكرا لك على قبول المشاركة معنا. دكتور محمود إسماعيل الرملي، أبدأ معك، ما هي ردود الفعل في طرابلس تحديدا حول هذا الاتفاق الذي أبرم الآن وينتظر البحث عن وسائل وآليات تنفيذه على الأرض؟ بداية يجب لكي يكون هناك وجهة نظر فيما في هذا الاتفاق، أو لعلها تكون مبدأ للجميع، فمع السجال الموجود والذي حصل ويحصل فيما يتعلق بالمنصات التي نصبت خارج الدولة الليبية من زاوية، وهي منصات كثر حيث في جنيف وفي القاهرة وفي المغرب وفي غيرها، ربما تنتظر باريس دورة وربما يتسرب إليها بعض الإجراءات. فهذه الزوايا في كثرة المنصات دلالة على عدم التوافق في داخل الدولة الليبية. من زاوية ثانية، والسؤال الذي يطرح نفسه،
بأنه إلى الآن لم يرشح، أي أنه لم يتم نشر ما هو الذي تم الاتفاق عليه بشكل كتابي. ثم من زاوية ثالثة، ما هل هي اتفاقات هي مجرد تفاهمات من أجل العمل على عرضها كل إلى قواعده؟ ومن زاوية رابعة، لزامنا القول بأنه الصيرورة إلى إمكانية وضع حل للدولة الليبية في إطار سياسي سيعني بالضرورة هل ستبقى هذه الأجسام الموجودة أم سيتم العمل على تغييرها جميعا، لأن هناك عنصر متمثل في أن الليبيين يشعرون بما مدى فشل كافة الأجسام ابتداء من المجلس الرئاسي بشخوصه وأيضا مجلس النواب المنقسم على ذاته وكذلك مجلس الدولة. في زاوية ثانية، الانتقال إلى مرحلة الدولة المستقرة بدل الدولة المتنقلة، ونحن نتكلم على أن هذا سيعني بالضرورة هذا التوافق وجود مرحلة انتقالية رابعة، فهل يستحق الليبيون أن يتم العمل التوجه إلى مرحلة رابعة أم يجب التوجه أيضا إلى مرحلة نهائية متمثلة في الاستفتاء على مشروع الدستور؟ نسميها كما نشاء، ولكن الواقع أن ردود الأفعال إلى الآن بعدم نشر الموضوع بشكل رسمي، الاكتفاء ببعض التصريحات الصحفية، ربما جعلت من غير الممكن العمل على أن يكون هناك حكم واضح. نعم. طيب أستاذ إبراهيم لصيفر، ردود الفعل هناك في طرابلس، لأن هناك تسريبات بداية، هناك اتفاق وأعلن على توزيع المناصب وكيفية تسمية أهم مسؤولي الدولة، هذا ثابت ومؤكد، ربما التفاصيل غير معلنة بدقة لأسباب يعلمها أصحابها، لكن هناك تأكيد على أنه وقع الاتفاق على توزيع هذه المناصب بطريقة ترضي الجميع وتحتاج إلى شيء من الرتوش دعنا نقول أو التحسينات هنا وهناك وستنزل. هل هناك ردود فعل الآن في طرابلس حول هذا الاتفاق، حول هذا الإعلان الرسمي الآن على أنه تم الاتفاق بين طرفي الصراع في ليبيا؟ حقيقة في البداية أهلا وسهلا بك وبضيفك وبمشاهديك الكرام. كما تفضلت أن ما يتم إثارته الآن في الشارع هو محض إشاعات ومحض تسريبات ليس أكثر، لم يؤكد أي من الطرفين ما حدث في المغرب. حقيقة أن وفد المجلس الأعلى للدولة وحتى تصريحات وفد البرلمان تؤكد على شيء واحد، أنهم اتفقوا على أن يعاودوا الحوار السياسي وسوف تكون بدايته من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي. أما الحديث عن اتفاق وعن تقسيم مناصب وأن تم الاتفاق على المناصب السيادية، حقيقة هنا لا أضيع سرا، ولكن بتواصلات شخصية مع أحد المشاركين في هذا الحوار نفى أن يتم حتى التطرق في المشاورات الجانبية بين الوفدين على هذه الأمور. حقيقة الوفد الأعلى للدولة في تصريح لإحدى القنوات المغربية قال بالحرف الواحد أحد أعضاء هذا الوفد أنهم اتفقوا على العودة للحوار، وهنا إن دل على شيء يدل على أن لم يكون الحوار منغمسا بشكل كافي للعودة إلى مثل لأسف لمناقشة هذه التفاصيل. حقيقة ما مرت به الدولة الليبية في آخر سنتين وتحديدا من محاولة اجتياح العاصمة بقوة السلاح أمر كبير لا يمكن حلحلته ولا يمكن إنهاء الخلاف بجلسة واحدة، ولكن إذا رأينا الأمر بالمجمل فأن هناك تغيرات وتغيرات كبيرة في الأزمة الليبية. أستاذ إبراهيم، طيب انقطع الخط مع الأستاذ إبراهيم. دكتور محمود، يعني ماذا يعني هذا إذا كان ما فيش شيء مكتوب كما قلت أنت يعني معلن، وفما حديث على أنه لم يتفقوا أو في حديث على أنه هذه النقاط لم يتم الحديث حولها، ماذا كان يفعلون ثلاثة أو أربعة أيام في الرباط يعني؟
لعل مبدا السريه المتجه اليه هي امكانيه عدم انشاء الامور حتى لا تفسد، وما هو جانب من الجوانب على عمق وحجم الصراع الموجود ما بين المجلس الرئاسي باعتبار انه يريد ان يكون هو الطرف مع مجلس النواب، وما بين مجلس النواب المنقسم على ذاته الذي هو شطر منه بطرابلس وشطر موجود بالمنطقه الشرقيه وغيره. نحن نتكلم على واقع عن الأزمة عميقة، وعمق هذه الأزمة يستلزم بداية على ذلك أو بناء على هذا في أن يكون هناك علاج بشكل فعلي لا مجرد علاج للقصور. لا أرى بعض الشخوص أن يكون لهم مكنة في أن يكونوا جزءا من المشهد، وأقول بشكل واضح بأن إمكانية القول بأن حل إشكاليات الدولة الليبية فقط في مجرد التقاء أفراد أعتقد أنه صعب. نعم الأطراف الذي نص عليها الاتفاق السياسي هما طرفين، مجلس الدولة ومجلس النواب من زاوية، وأيضا يحاول المجلس الرئاسي الافتيات في الفرصة، أي أنه اغتنام الفرصة من أجل أن يقول لا أنا الطرف، في حين أنه هو نتيجة بشكل قانوني وليس طرفا. من الزاوية الثانية، ودعني أقول أن هناك لا شك أن هناك الاجتماعات كانت طويلة وكانت أيضا لمدة طويلة، ويبدو أن المغرب أيضا حريصة في هذا الحرص على أن تبرز بأنها قد نجحت دبلوماسيتها في جمع رقاء لأول مرة على طاولة واحدة دون تدخل الآخرين. الآخرون المقصودون هم الدول المتدخلة سلبيا والتي تحاول قدر الإمكان أن تحشر أنفها في أمور الدولة الليبية، وعلى رأسها الإمارات ومصر والعربية السعودية وفرنسا. ربما قد كما تبادر في بعض الوسائل التواصل الاجتماعي أن فرنسا تعد العدة من أجل الإفساد من خلال جمع عقيلة صالح وخليفة حفتر وفايز السراج في بوتقة اجتماع واحدة، وإذا حصل فهو يدل دلالة واضحة على مدى عمق إمكانية أن تنقل أو تنشر الخلاف فيما بين الدولة الليبية. الواقع أن حفتر مجرم حرب لا مكان له إما تحت التراب أو خلف القضبان، وعقيد صالح وأما السراج فلا مجال لأن يكون جزءا من العملية حاليا لأنه مجلس الرئاسي قد فشل خلال المدة الماضية وانتهت مدته وعليه أن يستريح قليلا. نعم أستاذ إبراهيم، لكن على الأقل إذا لم يقع الاتفاق على أشياء كثيرة، يبدو أن هناك اتفاق على أنه حفتر لن يكون جزءا من المستقبل، يعني سواء بين الأطراف المجتمعة في بوزنيقة أو حتى الداعمة لخليفة حفتر ربما على رأسها المصريون. يعني حقيقة لا يمكن لأحد من الأطراف، هنا أتكلم على اللغة السياسية واللغة الدبلوماسية بعيدا عن العنتريات الثورية ولغة المعارك، ولكن حقيقة الواقع العام بالمجمل يقول أن دور خليفة حفتر في الآونة الأخيرة تقلص وتقلص بشكل كبير. لو نلاحظ هنا أنه حدث نوع من تبادل الأدوار، هنا مقصد تبادل الأدوار ليس أمرا مقصودا، ولكن عقيلة صالح كان يعيش نوع من العزلة على العالم، بينما خليفة حفتر يزوره العديد من السفراء والعديد من المبعوثين الدوليين ويذهب في رحلات معلنة إلى روسيا وإلى الإمارات وإلى مصر. حقيقة الواقع تغير منذ فترة، حديث هنا عن 6 إلى 8 أشهر، أصبح خليفة حفتر هو من يعيش في عزلة سياسية، أصبح يجتمع بمسؤول الكهرباء في المنطقة الشرقية، بمسؤول الداخلية، يحاول أن يخرج من هذه البوتقة التي وضعتها خسارته للمعركة في طرابلس. بينما عقيلة صالح نراه قد خرج من هذه البوتقة الانعزالية وأصبح صوته يعلو. من أخرجه يا أستاذ إبراهيم، من أخرجه من هذه الانعزالية؟ هل الأطراف التي كانت داعمة لحفتر الآن خلاص غيرت الورقة تستعمل عقيلة صالح؟ الكل يذكر أن عقيلة صالح نفسه كان مؤيدا لهجوم 4-4 على طرابلس وحفتر.
من أدخل حفتر في هذه البوتقة الانعزالية هي رهانات حفتر على الحرب. الواقع الليبي الحالي ومنذ 4 سنوات هو من صنعه خليفة حفتر ليتصدر المشهد السياسي، وهنا عن طريق آلته العسكرية. وكما يقول كيسنجر أن الحرب إحدى أدوات السياسة ولكنها الأكثر خشونة، هذه هي اللغة التي يجيدها حفتر. حفتر راهن على الحرب، حفتر راهن على اقتحام طرابلس بقوة السلاح، حفتر خسر المعركة العسكرية الحالية، حفتر خرج من طرابلس مكسورا مذلولا، انسحب بمسافة 650 إلى 700 كيلومتر نحو الشرق. حفتر انكسر وتحول من مهاجم إلى مدافع. أصبحنا نسمع عن خط الدفاع، عن سر خط الدفاع، عن الحقول الشرقية عادلة. وهذا الواقع هو ومن جعل حفتر يذهب في عزلة. وعند بيان السفارة الأمريكية منذ 3 أشهر أعتقد، قالت نرحب بالأصوات الجديدة التي سوف تخرج من برقة. هنا الحديث جلي أن هناك أصوات جديدة سوف تأخذ المساحة التي كان يملأها خليفة حفتر. هناك دور باهت لخليفة حتى مع شركائه، هنا الحديث مع الإمارات، الحديث على مصر، الحديث على فرنسا. المعركة وخسارة الواقع الذي صنعه خليفة حفتر هو من جعله في هذه الانعزالية. هذا الواقع استغل عقيل صالح منذ خروجه في أحدى التلفزيون المقاربين. الروس أبدوا إلي بمبادرة، ومن ثم انطلق عقيل صالح، أصبح يزور بعض العواصم التي لها أزمة ليبية. الكل هنا آخر. هناك نقطة أريد أن أوضحها، هناك محاولة أو هناك حاولت المغرب أن تجمع بين عقيل صالح وبين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ولكن عقيل صالح يريد أن يكون هذا اللقاء غير معلن، وتمسك السيد المشري بأن يكون اللقاء علني. هنا نرى أن عقيل صالح يحاول أن يملأ الفراغ الذي خلفته خسارة حفتر للمعركة ليظهر على السطح السياسي من جديد. الرجل لكن يخفي طموحه السياسي في المرحلة القادمة، وأعتقد أنه فهم كيف يستغل خسارة حفتر العسكرية لكي يبرز أنه الصوت الذي يمكن أن يؤسس عليه حوار أو شراكة مع إقليم برقة. ضيفي الكريمين، سأعود إليكم بعد قليل. دكتور حسين الشارف الأكاديمي والمحلل السياسي من بنغازي معي عبر الهاتف. دكتور حسين مرحبا بك، كيف تنظرون أنتم هناك في الشرق الليبي لهذا الاتفاق الذي قيل معطيات كثيرة أو بنود كثيرة وقع الاتفاق حولها في المغرب، وأنها سيكون لها تأثير إيجابي في ليبيا، ستقرب وجهات النظر، وربما ستضع الليبيين جميعا، ستضعهم على طريق الحل يعني؟ نعم سيدي، كل سنة بشكل مساء النور. لا، نحن يعني مع أي مبادرة السلام لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا، وكذلك توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا، لأن هذا الانقسام وهذه الفترة الانتقالية الموجودة الآن المتضرر الوحيد هو المواطن الليبي وليس السياسيون. ولكن ما حدث في أبو زنيقة في المغرب يعني اعتقادي أنه لا يمثل ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وكذلك لا يمثل البرلمانيين مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق. وهنا نجد يعني شقاقات داخل مجلس الدولة، أكثر من 25 نائب يعني قام من ذهب إلى أبو زنيقة هم جماعة سياسية إسلاموية إخوان مسلمين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون إرادة المجلس، بحكم أن خالد المشري هو زعيم الإخوان المسلمين، هو رئيس المجلس الرئاسي. ورأينا في الجانب الثاني في البرلمان الليبي كتلة الوسط النيابي أكثر من 27 نائب قالوا لا علم لنا بما قام بعقيل صالح أو اللجنة التي تم تشكيلها، ولا يمثل إلا عقيل صالح والمجموعة التي لعبت
الى زليقه، ناهيك على ختام البرلمان نفسه، اكثر من 47 نائب موجودين في 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 مدينه طرابلس. ناهيك عن ان هذه التفاهمات يعني التي حدثت، خرج خالد المشكي رئيس مجلس اعلى الدوله وقال ان ما سيخرج عن ابو زليقه غير ملزم به للمجلس الرئاسي، المجلس الاعلى ويسمونه المجلس الاعلى للدوله. كذلك خرجوا نيابيين على شاشات التلفاز وقالوا ان ما سيحدث في بزنيقه لا يمثل اراده مجلس. طيب دكتور حسن، اذا ما يحصل حسين، ما يحصل في بزنيقه ماذا اذا؟ من يمثل هؤلاء؟ انا خليني اقول لك الفكره يعني. انا انت قطعتني وانا لست اتحدث. طيب ما هو تفاعل طبعا يعني. هم هذه مش مشكله، هم وجهه نظر البرلمانيين يقولون نحن قسمنا المناصب السياديه ولم نسمي اسماء. المركزي في بنغازي، المركزي في طرابلس، النائب العام مش عارف وين، مركز الجنوب، المحافظه على الاقاليم الثلاث. ولكن هؤلاء على الارض هل هم فاعلون حقيقه؟ الشعب ليس معهم، انت تعرف ان الدوله اقليم وشعب وسلطه سياسيه حاكمه. الاقليم بالكامل او الشعب بالكامل او الدوله بالكامل لا هي مع المجلس الرئاسي ولا هي مع مجلس نواب تبرق. وراينا المظاهرات في طرابلس والمظاهرات في بنغازي تندد وتطالب الجميع بالرحيل، لان هؤلاء يريدون فتره انتقاليه ثالثه في طيب. لكن يا دكتور حسين، ولا يريدون ترك المناطق. دكتور حسين، ولم يتطرقوا المجتمعون في ابو زنيقه، ما يحدث على الارض من وجود غزو تركي وكذلك وجود مرتزقه سوريين وكذلك لم يتحدثوا عن والروس كذلك، لا تنسى المرتزقة الروس والسودانيون. لم نرى مرتزقة روس، أتمنى أن أرى مرتزق روسي واحد على شاشة التلفاز. لا موجود، موجود صور كثيرة يا دكتور، موجود بس تابع بس. يقولون كل واحد كل واحد كل واحد كل يغني في اليوتيوب، موجود الصور، ليس يقولون في صور فيديوهات. نعم أعرض أنا قلت لكي يرى المشاهد الكريم. لا رأوها المشاهدون الكرماء مرات ومرات، وهناك وثائق. طيب خلينا ناخذ رأي آخر، ابقى معي أستاذ حسين، ابقى معي سأعود إليك دكتور، سأعود إليك بعد قليل. دكتور محمود إسماعيل رملي، طبعا من يأتي من الشرق دائما يتحدث عن غزو تركي، يتحدث عن سوريين مع حكومة الوفاق، دون الحديث عن الفاغنر، ودون الحديث عن السوريين الذين يقاتلون كذلك مع حفتر، ودون الحديث عن السودانيين وغيرهم من كل هؤلاء المرتزقة، يقولون لم نرهم على شاشات التلفزيون. هل هم فقط كذبة إذن الدكتور محمود وأنت موجود في طرابلس، أم ماذا يحدث بالضبط؟ ثانيا، من يمثل المجتمعون في بوزنيقة إذا كانوا لا يمثلون الشرق ولا يمثلون الغرب؟ يعني يقول أن من المهم جدا، أن من الشيء المزعج فيما يتعلق أيضا بالمنطقة الليبية بالكامل مباشرة في الفقر الفكري، فالبعض يحاول قدر الإمكان تزويق الأمور إما تقربا من عصابات حفتر أو من حفتر كمجرم حرب، أو محاولة قدر الإمكان للتغطية على حجم الجرائم. ولذلك لزاما القول بأن هذه حقيقة نوع من الإنكارات التي يمارسونها كما مورست في الماضي دون أن يكون لها سندا قانونيا ولا واقعيا. الواقع أن قوات وعصابات الفاغنر اعترف بها حتى السيد بوتين بنفسه وقال إن من يدفع المبالغ المالية لهم لسنا نحن، أي أنه ربما تكون الإمارات أو السعودية أو من الأموال التي قام حفتر أيضا بطباعتها. من زاوية ثانية، إن القول بإنكار الجنجويد وإنكار فاغنر مدعاة إلى القول بإنكار ما جاء في تقارير خبراء الأمم المتحدة. من زاوية ثالثة، هناك السجناء موجودون على أرض الواقع، وهناك أيضا من سقطوا قتلى وأشلاء في أثناء معارك الشرف في تحالف دحر قوات المعتدي على طرابلس وتخومها. من زاوية أخرى، لزاما حتى لا نسفح عقول المشاهدين الاعتراف بالواقع، نعم هناك كانت هزيمة نكراء وكانت هناك حرب ضروس، حتى أن كانت هناك 1690 غارة على طرابلس. هؤلاء ربما لا يرعون أو حقيقة لا يدركون حقيقة الأمور، ويحاولون يتوقعون أن الأمور تذهب بمجرد القول لا يوجد لم نرى، لم ترى ولم تسمع، تلك إشكاليته. ولكن إشكالية المستمع يجب أن يشاهد ويستمع حقائق واقعية تنتمي إلى الواقع.
بإمكان الأخ شخص، نعم نحن نشاطره في أن عقيل صالح لا يمثل الكثير وإنه ربما، لكن حفتر أيضا لا يمثل شيئا، هو نكرة لأنه قاتل ومجرم وارتكب جرائم وجرائر، وإن الطبالين معه والراقصون خلفه هم نفس الراقصين خلف القذافي وعصاباته. ولذلك الليبيون عندما ينتفضون حاليا سواء بطرابلس أو ببنغازي أو بغيرها دلالة على عدم رضاهم على الأجسام نعم، وعلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية نعم، وعلى ضرورة أيضا العمل على تقديم عصابة حفتر وحفتر على رأسه من الإعدام، لأن هي عقوبته وفقا للقانون الفعلي والموجود قبل ثورة 17 فبراير، لأنه خائن وعميل للمخابرات الأمريكية وقام بجرائم حرب وقتل الكثير من الليبيين. من زاوية أخرى، من أفقر الليبيين وجعلهم يتظاهرون حقيقة يجب أن يدرك الجميع هو عصابة حفتر أو حفتر تحديدا. نعم. لأن ليبيا دولة ريحية، وبمنع تصدير النفط جعلت من ليبيا كأنها بلد فقير، واقع عملية المأساة الكبرى تحمل في علاج الإشكال من أصله وليس التوجه إلى القشور. يجب أن يكون هناك آلية لتنفيذ أي اتفاق، نعم بأي اتفاق يجمع الليبيين. نعم. يجب أن يكون وضوحا، ويجب أن يكون خارطة طريق متكاملة، وأن تنتهي المرحلة الانتقالية، واضح، وأن يكون مشروع الدستور، وأن يقدم المجرمون للعدالة. دكتور ابقى معي لو سمحت. من بنغازي كذلك فوزي نجم الإعلام والمحلل السياسي معي عبر الهاتف، مرحبا بك أستاذ نجم. كيف تنظرون أنتم لما يحصل في بوزنيقة في 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 بنغازي؟ هل ترونها خطوة إلى الأمام قد تؤلف بين الليبيين، أم أن أولئك لا يمثلون إلا أنفسهم؟ مساء الخير لك ولكافة. مساء النور. بوزنيقة ما زالت هي حلقة في ضمن حلقات وسلسلة طويلة من المفاوضات، ولا نستطيع أن نحكم مباشرة على نتائج بوزنيقة ما لم تكتمل باقي الحلقات كي نفهم المشهد في صورته المتكاملة والكاملة. وطبعا حضرتك تعرف أن بوزنيقة مبنية أصلا على المادة 15 من الاتفاق السياسي، وبالتالي هذه المادة هي تنص على توزيع الحقائب السيادية وبين يعني بين الكيانات وبين حتى الأقاليم كمقرات. بالتالي نحن نتأمل خيرا، ولكن صدقني كي أكون واضح معك، لحل الأزمة الليبية يجب أن يتوفر أحد العاملين. العامل الأول إما أن تتوفر الثقة بين الأطراف المتناحرة في هذا البلد المشؤوم، هذا البلد المنكوب بهذا الشعب يعني، أو وهذا مفقود، يعني عامل الثقة بين الأطراف مفقود جدا ولن يتوفر، وكل طرف يرى المعادلة السفلية أنه يجب أن يحكم وينفرد فقط بالسلطة، أو أن يتوفر هناك إرادة دولية لجمع الفرقاء الليبيين بالقوة ووضع ضمانات لالتزام كل طرف بما يتفق عليه، وهذا أيضا الإرادة الدولية غير متوفرة، كل طرف لا، والآن أطراف تعمل في الداخل ومربوط بأجندات إقليمية ودولية، وبالتالي هناك خلاف دولي على تحديد مصالح كل دولة، وخلاف هذا إقليمي ودولي ينعكس سلبا على الساحة في ليبيا. ضيفك تحدث، استمع لي، لا أدري من هو الضيف، أنا لا يعني لا لم أستمع إلى اسمي. دكتور إسماعيل الرملي، أهلا بي. لكن أنا سمعت أنه يتحدث على أن من دمر الاقتصاد الليبي، وغير صحيح، ولا علاقة لحفتر بالموضوع ولا علاقة للنفط بالموضوع. وعندما خرج غسان سلامة يقول أن أموال الشعب الليبي تنهب وتسرق، لم يتحدث عن النفط ينهب ويسرق، وتحدث على الأموال. لما خرج حسن زقلان وزير في حكومة الكيف في 2012 وقال أن أموال تخرج من مطار طرابلس الدولي بالحقائب ملايين ومئات الملايين تخرج، لم يكن هناك حفتر ولا نفط ولا في شيء من هذه الأمور. لما خرج ديوان المحاسبة وقال أن هناك صرف لـ 277 مليار من النقد الليبي،
لم يكن هناك لا حفظ ولا يكون دعونا من هذه الشماعات الاتفاق والنزول بمصر والخطاب. نحن هنا يجب أن نتحدث كمحللين سياسيين موضوعيين نتوقع الحقيقة ونفكك الأزمات ونحاول أن نجد حلول لها. أما نظر الرماد في العيون والخطاب الدماغوجي الفوضاوي هذا الخطاب الذي تغذت عليه الشخصية العربية عبر منذ صوت العرب إلى الآن هذا لا يفضي إلى شيء. والعالم الآن يعرف ولديه تقارير من منظمة الأزمات الدولية إلى تقارير لفريدم هاوس إلى تقارير كل لديهم تقارير ويعرف أيضا ما المجرمين ومن ارتكب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكذا على من الطرفين ولديهم أسماء ولديهم تقارير. أما محاولة تزييف الوعي العام من خلال خطاب دماغوجي للأسف هذا الخطاب في رأيي هو من أكل القضايا العربية وأكل الذهنية العربية وأذيف الوعي العام العربي وجعل الشعوب العربية شعوب عاطفية غير قادرة على تحليل الموضوعات وتفكيكها إلى عناصرها الأولية. يعني وصلت الفكرة أستاذ فوزي نجم الإعلام والمحلل السياسي كنت معي من بنغازي شكرا جزيلا لك. إبراهيم النصيفر الآن القاهرة يبدو أنها على خط الأزمة مرة أخرى لكن بشكل آخر ليس دعم لحفتر بل دعم المسار السياسي وهناك وفد من الوفاق في زيارة لم تعلن قبل وصولهم هناك. البعض يقول أن مصر تحاول استدراك ما فات بل إن البعض قال أن مصر أصلا لن تكون موافق على حرب حفتر على طرابلس وسكتت على ذلك. الذي كان خلفها هي الإمارات وفرنسا هم من دعم حفتر في ذلك والمصريون لم يتخذوا موقفا. كيف تنظر الآن إلى هذه العودة والاستدارة للموقف المصري؟ ما هي دوافعها ودواعيها بتقديرك؟ دوافعها وتفاصيلها هي نفس الدوافع التي جعلت مصر تعارض هجوم خليفة حفتر على طرابلس ولكنها وجدت نفسها مضطرة أن تكون شريكة للأسف في هذا الهجوم رغم عدم وافقتها في البداية رغم تأكدها أن هذا الهجوم لن ينجح وسوف يكون فاشلا بامتياز. لذلك كانت القاهرة والأمر ليس منذ الآن وليس كما خرج للعلن فقط فالقاهرة تخوض في مفاوضات مع تركيا في الأزمة الليبية بشكل سري وشكل غير معلن. حقيقة أن القاهرة منذ مدة تمد حبل التواصل مع المجلس الرئاسي أيضا بشكل سري. رأينا أيضا إعلان القاهرة والذي كان إعلانا سياسيا بامتياز محاولة لمعالجة ما خسرته القاهرة في الأزمة الليبية. خروج عبد الفتاح السيسي أيضا في ثلاث مواقف على الأزمة الليبية بداية من الخطوط الحمراء ونهاية أن عندما أعلن أن مصر تريد أن ترعى مصالح ليبيا. حقيقة أن ما ترعاه مصر في ليبيا وما تنتظره مصر لديها مخاوف لأحد القوى السياسية في ليبيا وهنا الحديث على التيار السياسي. مصر تخاف على أمنها القومي. مصر ليست متمسكة بخليفة حفتر بشكل كبير مثل ما تفعل الإمارات ولكن أيضا مصر لديها بعض المخاوف والذي في اعتقادي إلى الآن لم تستطع أن تكسب ثقة الطرف الآخر أو الطرف المعادي. لذلك نرى مصر تعود إلى الساحة السياسية رويدا باحتضانها لوفد المجلس الأعلى للدولة ووفد من الرئاسي وهناك أيضا بعض اللقاءات الغير معلنة واللقاءات الخفية بين المخابرات المصرية وبعض الأطراف التي يبعثها الغرب الليبي. مصر تحاول أن تكون موجودة في المشهد القادم. مصر تعرف جيدا ماذا يعني أن تدخل دولة مثل تركيا في الأزمة الليبية وأن تتدخل عسكريا وأن تجر تركيا الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الأزمة. رأينا
اتصال ترامب الشهير بخليفة حافتر، ومن ثم ذهبت وتيرة التدخلات الأمريكية في الهبوط، ومن ثم عندما تدخلت تركيا ويمكن أن تكون موقف روسيا لها دور، صعدت أمريكا من لهجتها الدبلوماسية ولهجتها السياسية. كل هذا حقيقة لا يخفى عن الدبلوماسية الأمريكية، آسف، الدبلوماسية المصرية العريقة، وتحاول أن تضع قدما في الحوار وأن تكسب، أو على الأقل أن تدفع من نفسها تهمة إدخال ليبيا في حرب أهلية قاتلة. نعم، ابقى معي أستاذ إبراهيم. دكتور محمود، فيما يتعلق بالموقف المصري، كيف تنظر إليه؟ هل في تغير في الموقف المصري؟ ما هي دوافعه؟ الوفد اللي ذهب إلى القاهرة فيه أعضاء من البرلمان، مجلس النواب، أعضاء مجلس الأعلى للدولة، قيادات من غرفة بركان الغضب لحكومة الوفاق، كل هؤلاء من جهة الغربية. ماذا تريد مصر الآن؟ سيظل مهما مدراكا، وهل الوفد كان رسميا أم هو وفد أقرب إلى الشعبية منه إلى الرسمية، حتى وإن تضمن أيضا أسماء لامعة فيما يتعلق بأسماء أجسام موجودة، ولكن إلى أي حد يمكن التوجه والقول بأنه مرسما، أي أنه قد جاء بناء على دعوة رسمية؟ ولذلك نرى أنه لزاما القول بأنه، ومع اختتام زيارة هذا الوفد، هل صدر بيان رسمي من الحكومة المصرية أو بيانا مشترك؟ يبدو أن هذا الأمر لم يحصل. ومع هذا لا شك أن مصر شقيقة كبرى للدولة الليبية، ولكن مصر في إطارها كدولة يجب أن يتعامل كدولة، ولكن الواقع أيضا النظام المصري حصل منه الكثير من الأداء للشعب الليبي، ابتداء من قصف وتزويد بالذخائر وإشكاليات أخرى ومواقف لا يمكن أو لا يدرى أين طرفاها عندما تفسر. ومع هذا وذاك نجزم بأن إمكانية أن يكون هناك توجه لأن يكون لمصر، لا شك أن يكون لها دور حتى في إلجام أو تغير المواقف، واضح أنها محاولة لإبعاد حفتر، وهذا أمر جيد لأنه كان جزءا من صوت نجازة، تقريب عقيلة صالح أنه صوت مدني مهما كان تختلف أو تتفق معه، ولكن إلى أي حد نحن نتجه إلى إمكانية توافق؟ يجب أن تبنى ليبيا بسواعد الليبيين فيما يتعلق بخارطتها السياسية ومن يمثلها من أبنائها، وأيضا يجب أن تكون علاقاتها مع الجميع وبدون استثناء ممن يحترمون إطار العلاقات الدولية، ويجب أن تبنى هذه العلاقات على أساس الندية لا على أساس التدخل. التدخل في الشأن الليبي مرفوض بالمطلق من مصر ومن الإمارات ومن فرنسا ومن غيرها بدون استثناء. الدول التي يدعي البعض بأنها متواجدة أيضا هم لا يدركون بأنها دول حقيقة كانت قد جاءت بناء على اتفاقيات، وهي بناء على اتفاقيات شرعية تعترف بها الحكومة التي وقعتها، يعترف بها المجتمع الدولي، وموجودة على أرض الواقع وتمارس بمهامها. ومع أننا ندرك أنها ضعيفة بل تكاد تكون عرجاء جراء عدم اعتماد الاتفاق وعدم تنفيذ بنوده وكثير من الخلل، لكن كيف يمكن إصلاح الخلل؟ الاجتماعات لا شك أن أي اجتماع بين ليبيين مرحب به، أي اجتماع لا شك أنه إشكال. ومع هذا وذاك نجزم بأن من المهم نظر إلى ضرورة أن تنتهي المرحلة الانتقالية والانتقال إلى مرحلة ثابتة. الزاوية الثانية لزامنا التوجه أيضا وبشكل فاعل وبشكل حقيقي إلى أن يكون هناك توحيد للمؤسسات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أن يكون هناك تغيير للوجوه الموجود التي أكل الزمان عليها وشرب. نحن نتكلم على أجسام لم تتغير منذ تاريخ انتخابها مع إشكالياتها، ومددت لأنفسها وخلقت حقيقة سندات قانونية لا يجوز لها إعادة صناعتها. ومن هذه الزاوية لزاما التوجه دوليا ومحليا إلى ضرورة يكون هناك موجود أيضا خارطة واضحة تطرح للليبيين، يجب أن يكون هناك وضوح، عنصر الوضوح هو الأساس. واضح جدا. شكرا جزيلا دكتور محمود اسماعيل رامي الباحث في الشؤون السياسيه، كنت معي من طرابلس، بارك الله فيك وشكرا على كل هذه الايضاحات. ينضم الي من لندن الدكتور جمعه القماطي المبعوث الشخصي لفايز السراج للدول المغاربيه. دكتور القماطي مرحبا بك وشكرا لك على قبول المشاركه معنا. هل هناك يعني تسريبات دعنا نقول لما وقع الاتفاق عليه في بوزنيقه؟ مرحبا أستاذ سمير وتحية لك ولكل المشاهدين الكرام ولكل ضيوفك كذلك. مرحبا. ما تم
ما تم التوافق عليه في بوزنيقة هو بعض المبادئ الأساسية وبعض المعايير وبعض الشروط لكيفية اختيار من يقود المؤسسات السيادية بعد توحيدها، وهي مؤسسات منقسمة في ليبيا منذ 2014، وهي مؤسسات مهمة جدا من مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي، مثل جهاز المخابرات، مثل جهاز ديوان المحاسبة، جهاز الرقابة الإدارية وغيرها من ومؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الوطنية للاستثمار وغيرها من المؤسسات المهمة جدا في ليبيا. لنتذكر أستاذ سمير والتذكير للمشاهدين كذلك أن هذه المشاورات التي تمت في بوزنيقة هي مشاورات غير رسمية، وهي مشاورات بين مجموعتين، مجموعة أرسلها عقيلة صالح من طبرق تمثله شخصيا وتمثل مجموعة مجلس النواب المتواجد في طبرق وعددهم حوالي 25 عضو من مجموع قرابة 200 عضو من أعضاء مجلس النواب، والمجموعة الأخرى تمثل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة المتواجد في طرابلس. وبالتالي هي مشاورات غير رسمية ليس لها أي إلزامية، ولكن هذه التوافقات ومجرد الجلوس بين الطرفين بعد انقطاع دام لقرابة سنتين أو أكثر هو في حد ذاته خطوة إيجابية، خطوة إلى الأمام تؤكد أن الليبيين الآن يمكن أن يعودوا إلى المسار السلمي، مسار الحوار والتوافق ثم الاتفاق في نهاية المطاف، وأن مسار العسكري والحرب والاقتتال ومحاولة أخذ السلطة بالقوة التي حاول مجرم الحرب حفتر القيام بها على مدى 6 سنوات الماضية أن ذلك المسار العسكري قد انتهى فعليا الآن، ولا مكان له ولا أحد يريده، وحتى النواب والسياسيين الذين حسبوا على حفتر وهم من شرق ليبيا أصبحوا الآن يأتون إلى المسار السياسي ويجلسون مع نظرائهم من الطرف الآخر أو من المنطقة الغربية في ليبيا، وهذا إقرار منهم بأنهم يريدوا حل سلمي وليس المغالبة وأخذ السلطة بالقوة. دكتور، في كلمتين موجزتين فيما يتعلق بالواقع داخل دعنا طرابلس، رأينا بعض المظاهرات المحتجة على المجتمعين هناك، هل يعني فعلا ما يقوله كثير من الليبيين أن هؤلاء فعلا لا يمثلون كما ذكرت أنت الجهات الرسمية بل يمثلون فقط أنفسهم؟ والأمر الآخر، الدور المصري كيف تنظرون إليه؟ هل هناك تغيير تعديل في وجهة النظر المصرية؟ من الصعب الرد في كلمتين أستاذ سمير، ولكن ربما في دقيقتين. الأمر الأول، هناك مظاهرات في غرب ليبيا وفي طرابلس بالذات تطالب بوضوح بإنهاء كل الأجسام السياسية القائمة والذهاب إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت، إما انتخابات بناء على مسودة الدستور بأن يتم الاستفتاء عليها أولا ثم تقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، أو انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على قاعدة دستورية أخرى بدون الخوض في مسودة الدستور التي بها بعض الإشكاليات ولم تحظى بالاستفتاء والإقرار من الشعب بعد. فنعم، الرأي العام في غالبية العظمى وفي المظاهرات وفي ما يعبرون عنه من خلال الوسائط الاجتماعية يعبرون عن رغبة بأن يذهب الليبيون للانتخابات في أسرع وقت وأن تنتهي هذه الأجسام. للأسف بعض أعضاء هذه الأجسام يحاولوا أن يناوروا ويدخلوا بنا في مرحلة انتقالية رابعة ربما لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى حتى يبقوا في السلطة، وأنا أقول بعض وليس الكل، وبالتالي هذا الأمر مرفوض من قبل الشارع. هذا من ناحية المظاهرات. من ناحية مصر، مصر استقبلت من 10 إلى 13 سبتمبر وفد من 9 شخصيات من غرب ليبيا، برلمانيون من مجلس النواب من مجلس الأعلى للدولة، شخصيات عسكرية قيادية في قوات بركان الغضب. نعم، والدولة المصرية أو اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي اجتمعت مع هذا الوفد على مدى 3 أيام، وكان هناك كلام إيجابي جدا من الطرف المصري ورغبة من الطرف المصري في فتح قنوات تواصل وتعاون مع الأطراف الأخرى التي هي ضد حفتر. هذا نعتبره مؤشر إيجابي، نتمنى أن نرى بالفعل ما قالته هذه اللجنة باسم الحكومة المصرية بالفعل يطبق على أرض الواقع. إذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع بخطوات عملية في الأسابيع القادمة فهذا مؤشر واضح على تحول مصري
بالابتعاد عن حفتر تدريجيا، لأنهم أدركوا أنهم راهنوا على حصان خاسر، وضعوا كل بيضهم في سلة حفتر واضح كل شيء، مصر لا تريد تخسر شيء من وراء حفتر. شكرا جزيلا دكتور جمعة القماطي، المبعوث الشخصي لفيصل راجل الدول المغربية، كنت معي من لندن عبر الهاتف من طرابلس. ينضم إلي عادل عمر مدير الإدارة السياسية لاتحاد طرابلس الكبرى. مرحبا بك أستاذ عادل، وشكرا لك. دائما سؤالنا معكم خاصة في الداخل حول بوزنيقة، هذا الاجتماع في المغرب، وكيف بالنسبة إليكم تبعتموه؟ هل تتوقعون أن يصدر هذا اللقاء عن شيء يفيد الليبيين، يقرب وجهات النظر، يفتح أملا جديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كسر سليم الكريم على تحت الفترة هذه وكل الطريق المسك على الوداع. أعتقد المسك أن المناورة السياسية التي لا زالت تقوم بها نفس الأطراف التي تمكنت من المشهد من 2011 إلى يومنا هذا، سواء مجتمع دولي أو ساسة محليين، هي إعادة تكرار وإنتاج نفس المشكل. لم يكن هناك الآن رؤية واضحة من كل من تداول السلطة في ليبيا لإنقاذ الوطن بمشروع عملي قابل للتطبيق وفريق عملي قادر على إنجازه. تحايلوا علينا في 2011 و12 و13 و14 بفكرة الانتخابات المبكرة، ذهبنا إلى صناديق الاقتراع، انتخبنا شخصيات شاحبة هزيلة لا تملك مشروع رغبة في التغيير. ولكن حقيقة الأمر الآن أدركنا بعد هذا النضج وهذه المعاناة طوال هذه السنين أن الأزمة الحقيقية أننا نحتاج إلى حكومة تنفيذية بمشروع عملي قابل للتطبيق وفريق عمل وأيضا مجدولة زمنيا وخاضع للمحاسبة، وفصل السلطات هو أساس ما يجري سيدي الآن. من هؤلاء الأساس الذين سواء اجتمعوا في المغرب أو برلين أو جنيف هم نفس الوجوه التي ذهبت في الصراعات، ونفس الوجوه التي عادت بمناصبها من مؤتمر وطني أصبح مسماها مجلس دولة، برلمان منتخب وانتهت صلاحيته استمر، هو تكرار للأزمة. ولا زالت نفس الوجوه يصر المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على أن تكون هي صانعة القرار. حقيقة الأمر أن التظاهرات التي في المنطقة الشرقية والغربية أيضا أدركت بوعي كامل الآن، ولعل آخر انتخابات صارت في مدينة مسقطة كان انتخبت جسم ترى فيها التوصل فيها الخير بمشروعه التنفيذي لخدمة البلدية، هو نضج بعد معاناة وبعد تجربة. ما نحتاجه الآن في ظل هالمعاناة هذه ليس الذهاب إلى صندوق الاقتراع ونحن تنقطع عنا الكهرباء لمدة 20 ساعة و24 ساعة في بعض الأحيان، لا سيولة في البنوك، أزمات متكررة ولا وناهيك عن فيروس كورونا، عن أي انتخابات تتكلم؟ كيف سأختار الشخصية؟ هل الشخصية صاحبة المشروع أم العزوف سيكون كبير جدا؟ أعتقد في حتى في الذهاب إلى صندوق الاقتراع فقدت الناس الثقة في هذه الشخصيات التي لا زالت تتكرر في المشهد من 2011 إلى الآن. فالتحدي كبير الآن أن الجموع أصبحت يعني هذه أستاذ عادل يعني الليبيون يريدون ذهاب كل هذه الشخصيات التي نراها الآن على شاشات التلفزة على اعتبار هي التي سببت أو تسببت في الوضع الحالي. لا، لست هنا أتكلم عن شخوص حتى لا أثير انفعال أي أحد، إنما أتكلم عن غياب البرنامج واستقبال الشعب الليبي من أي مسؤول تقدم الآن لإدارة شؤون البلاد. طيب. وهنا الخلل. أصبح الاستخفاف بالمواطن الليبي أنك بمحاصصة من منطقة معينة تأتي على سدة الحكم ب 400-500 صوت وتفعل في ليبيا ما تشاء دون أي تنمية ودون أي استثمار في المورد العام ودون أي خلق لفرص عمل للمواطن الليبي. واضح. كل هذه الأزمات الآن أدركناها ونحاول ما استطعنا توعية مواطن الشارع الآن إلى الخلل الحقيقي. وهناك مجموعة كبيرة في المنطقة الغربية الآن أطلقت نداء سمته نداء الأمل والأمن والسلام، وهي تشتغل بقوة بمشروع عملي يخلق أكثر من 150 ألف وظيفة خارج نطاق الملك الوظيفي للدولة، وأيضا التنموية في العديد من القطاعات ودعم للقطاع الخاص. لن نقبل هذه المرة بأن يحكمنا من لا يملك مشروع يخرجنا من أزمتنا. وضحت الفكرة أستاذ عادل، ربما نعود إليك مرة أخرى في حصة أخرى لتفصيل كل هذه المشاريع، لأنه فعلا المجتمع المدني ربما الليبي يحتاج إلى الفعل والتأثير خارج إطار السلطة. شكرا لك عادل عمر مدير الإدارة السياسية لاتحاد طرابلس الكبرى، كنت معي من طرابلس. أستاذ إبراهيم، إذن السؤال يتكرر في كل ما يكون هناك لقاء خارج حدود ليبيا بين الأطراف الليبية، متى نشهد لقاء بين الأطراف الليبية بين الفرقاء داخل ليبيا؟
أعتقد أن الوقت حقيقة مبكر، خاصة بعد الحرب الأخيرة على طرابلس، على أن يكون هناك لقاء داخل ليبيا. الأرضية ليست مهيئة، البيئة أيضا ليست مهيئة، والأهم من هذا كله عنصر الثقة. يجب على الأطراف السياسية الليبية في الشرق والغرب أن تكون هناك ترتيب لبناء الثقة بينها، وحقيقة هذا ما حدث حتى استطاعوا أن يتفقوا على لقاء خدامس، لولا الآلة العسكرية التي أراد خليفة حفتر أن يفرض بها سلطة سياسية على الدولة الليبية. ولكن اللقاءات في الخارج، أنا لست مع فكرة أن هذه اللقاءات ذات أجندة مشبوهة وذات أجندة خارجية وذات أجندة مؤامراتية، ولكن حقيقة لها فوائد وفوائد كثيرة، من أبرزها إذابة الجليد وتقريب وجهات النظر. حقيقة هو صحيح أن الواقع مؤلم، أن الشباب والشعب الليبي يقتل وتقطع أطرافه وتهدم بيوته، وأطراف الصراع تلتقي في الخارج في الفنادق وفي قاعات الاجتماع. ولكن حقيقة هذه الثقافة التي يمتلكها الشعب للأسف الشديد، والتي كانت تراتبية لعصور متخلفة وعصور قمعية امتدادا من الاستعمار والحكومات التي جاءت بعد الاستعمار. ولكن في اعتقادي أن المسافة أو الهالة بين الأطراف بدأت شيئا فشيئا تقترب، و عملية لقاء الأطراف الليبيين داخل أو خارج البلاد ليست أساس المشكل، ولكن أساس المشكل هي الاتفاق على أن ننتقل من حل خلافاتنا بقوة السلاح وفي أرض المعارك إلى أن نطرح مشاكلنا السياسية بالحوار، على طاولة الحوار وطاولة المفاوضات، ونأمل أن نتعلم من تجاربنا السابقة. شكرا جزيلا إبراهيم لاصيفر، المحلل السياسي، كنت معي من طرابلس، بارك الله فيك، وشكرا لكل ما قدمته. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية المشهد، موعدنا غدا بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.